أيها الشعب الصحراوي المكافح، يا من تنشدون الحرية وتسعون للكرامة، يا من تحملتم قساوة المنفى وبطش الاحتلال، يا من صبرتم 30 عاما تنتظرون فجر الخلاص، اليوم تكلمت البنادق والتزم الرجال بما تعهدوا، اليوم تنتهي مسيرة 3 عقود من الصبر والتحمل وانتظار أوهام السلام، اليوم تولى جيش التحرير الشعبي الصحراوي زمام المبادرة وأعلن عن نهاية وقف إطلاق النار. أيها الشعب الصحراوي الصامد في كل مواقع النضال، في مخيمات العزة والكرامة، في المناطق المحتلة وجنوب المغرب، في الجاليات وفي المناطق المحررة، الوطن ينادي والشرف ينادي والكرامة فوق أفواه البنادق. جماهير شعبنا في كل مكان، لا صبر بعد اليوم، قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان، هبوا جميعا لنصرة إخوانكم وأبنائكم الذين سئموا الانتظار ونفذوا تحذير الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب عند خروج أول جندي مغربي من حزام الذل والعار. جماهير شعبنا التواقة إلى الحرية والنصر، إن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تدعوكم لتلبية نداء الكرامة، نداء الوطن، تدعوكم جميعا للالتحاق بنواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تدعوكم إلى مواطن الشرف ومكامن الفخر. لقد صبرنا طويلا على سحل نسائنا في شوارع العيون وغيرها من مدن الوطن الجريح، لقد تحملنا تقاعس الأمم المتحدة عن تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، كانت خيرات أرضنا تنهب جهارا وأبناؤنا يعتقلون ويعذبون في سجون الاحتلال ظلما وعدوانا، واليوم نفذ صبر الشعب الصحراوي وقرر المقاتلون قيادة مسيرة الكفاح من جديد. هبوا جميعا إلى ميادين القتال، ولتتحول الصحراء الغربية إلى بركان تحت أقدام جنود الاحتلال الجبناء، تمسكوا جميعا بالوحدة.